نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة الشروق وزميلتنا روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع، واللي من ضمنها الحقيقة اثنين من المنشطات اللافتين للأنظار، واحد منهم متعلق بطبعا مسألة استبعاد أكرم توفيق من المشاركة في مباراة أنجولا مع منتخب مصر، والخبر الثاني ليه علاقة بمحاولة الفيفا للتدخل فيما يتعلق بمسألة أزمة انضمام محمد صلاح أصلا لمعسكر المنتخب. هنعرف في كل التفاصيل دي طبعا من روزان. روزان صباح الفل عليكي، خشي علينا بتفاصيلك اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يمكن فعلا من أبرز الأخبار اللي قلتها يا كريم هو ده الخبر اللي هنبدأ بيه من جريدة الشروق. رسميا الفيفا يعلن تدخله في أزمة انضمام صلاح لمعسكر المنتخب. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تدخله في أزمة انضمام اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلدهم في فترة التوقف الفترة المقبلة، والتي بدأت بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذار ليفربول عن عدم السماح بانضمام محمد صلاح لمنتخب مصر. وجاء في بيان رسمي من الفيفا: لقد واجهنا مشاكل عالمية معا في الماضي، ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل، وأنا ممتنة للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة. كمان خبر مهم يا كريم من جريدة الجمهورية: بعد استبعاد أكرم توفيق مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. من المقرر طبعا أن يلتقي منتخب مصر أمام أنجولا 2 من شهر سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022، ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد توفيق، أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، خط الوسط طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة ورمضان صبحي، وخط الهجوم محمد شريف. من موقع كورة رسميا جريزمان يعود لأتلتيكو مدريد. أعلن نادي برشلونة انتقال مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة. وقال برشلونة خلال بيان رسمي أن برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلوا لاتفاق بشأن انتقال جريزمان على سبيل الإعارة مع احتمالية التمديد لموسم آخر، لكن النجم الفرنسي تعرض لانتقادات كثيرة بعد انتقاله، وده طبعا بسبب عدم ظهوره بالمستوى الذي كان عليه مع أتلتيكو مدريد قبل انتقاله لبرشلونة. وأخيرا من روسيا اليوم، رسميا تشيلسي يضم ساول من أتلتيكو مدريد في الانتقالات الأخيرة. استكمل تشيلسي إجراءات التعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني ساول نيجيز على سبيل الإعارة في نهاية فترة الانتقالات، وبدأت الشكوك حول استكمال إجراءات الصفقة قبل أن يعلن الناديان إتمام الأمر قبل الموعد النهائي للانتقالات. وذكرت تقارير محلية أن الصفقة تعطلت لبعض الوقت بسبب مشكلة في نظام الانتقالات الخاص برابطة الدوري الإسباني، لكن تم تقديم الطلب في الوقت السليم لإتمام هذه الصفقة. طبعا دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من جريدة الشروق. بشكركم جدا وعودة للاستوديو مرة تانية. عايزة بس أضم صوتي لنهوان ده طبعا، وأقول لنهوات وأقول لنورهان الحمد لله على السلامة، وحشتينا جدا. شكرا ليك يا روزان.